صدق الله العظيم. الله أكبر. أنت تطهر ميلادية. خطب ملك المغاربة الحسن الثاني الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا: غدا إن شاء الله سنخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستضعون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أثرا من وطنكم العزيز. بعد 4 أيام على انطلاق المسيرة الخضراء، بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين المغرب وإسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراوية، وقد حظيت المسيرة الخضراء بأهمية بالغة. ففي 6 نوفمبر عام 1975 ميلادية، تجمع حوالي 350,000 من المغاربة في مدينة طرفاية الواقعة جنوب المغرب منتظرين إشارة بدء المسيرة من الملك الحسن الثاني لعبور الصحراء المغربية. وقد لوح المشاركون بالأعلام المغربية ولافتات تدعو إلى عودة الصحراء إلى حضن المغرب وصور لصور المغرب وبالقرآن الكريم، كما اتخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للإسلام. والآن مع قسم المسيرة الخضراء: أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء، أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء، مكافئا عن وحدة وطني من البغاز إلى الصحراء، أقسم بالله العلي العظيم أن ألقي، أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم